تدقني خلي دواك تحرسني يا امي. اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد، متواصلين معكم في هذا اليوم في حلقه يوم جديد بذكرى يوم الكرامه وعيد الام. بسعدنا يكون معنا والده الشهيد البطل الملازم الطيار يزن بسام عرنكي، بنرحب فيها اكيد الهام زيادات. صباح الخير ويعطيك الف عافيه. ام يزن يعطيك الف عافيه وصباح الخير، ويعني في هذا اليوم حبينا تكوني معنا حتى نحكي عن ام الشهيد البطل يزن عرنكي، وبنفس الوقت انت اسستي جمعيه مميزه ساهمتي فيها بشكل كبير في تنميه المجتمع المحلي، راح نحكي اكثر عن هذا الموضوع. وعن ايضا حاب احكي يعني بدايه كمان انه هذا الموبايل هو موبايل الشهيد يزن، والخلفيه تاعت الموبايل هي دائما غصن الزيتون وعلى وعلم الأردن على ورقة من ورقات غصن الزيتون، وهذا الخلفية هاي الصورة اللي كانت على تليفون الشهيد يزن عرنكي اتخذت منها الوالدة أم يزن شعار للجمعية، جمعية يزن الشهيد البطل يزن العرنكي للمساهمة بشكل كبير في عمل الخير وتنمية المجتمع. راح نعرف أكثر عن هذه التفاصيل. صباح الخير ستي. صباح النور. صباح النور. هلا فيك. أهلا وسهلا. يعني قبل ما نتحدث عن الجمعية الآن وشو عم تعمل وشو أهم أنشطتها، بس تحكي لنا إمتى وكيف استشهد يزن؟ يزن أول شيء كثير حب منه صغير إنه يكون طيار في سلاح الجو تحديدا، يعني كان في عنا شركة إحنا إنتاج منتجات بحر ميت، تركها وما بده يعني يشتغل بهيك إشي، خلص حب يروح على حكينا له إنه طب طيران مدني يمكن يكون شوي، لا هو إصراره إنه لا أنا بدي أصير طيار بسلاح الجو، وفي يوم من الأيام لازم يعني أعمل إشي هناك. طلع يعني راح درس أول فترة بالمفرق، بعدين طلعوه على أمريكا عشان يكمل دراسته، كان بكل إشي لغات إنجليزي فرنسي بكل معنى الكلمة دايما يطلع الأول، هيك دايما عنده شخصية مميزة، وإذا أحب بسوي إشي بسويها على إتقان كامل 100%. يعني بذكر حتى لما كان نظف سيارته بنكشات الأذان ينظف تبعون الأشياء الصغيرة يا بعملها 100%. فيزن كتبت أنا عنه كتاب عن ممارساته وحياته كيف كانت ودقته، هيك أصر إلا إنه بده يروح يصير طيار بسلاح الجو. هلا بعد ما رجع من امريكا وتخرج وكل شيء كانوا برحله، بعرفش انا كثير تفاصيل شغله لانه ما كان يحكي لي عنها، بس كانوا برحله هون في الاردن وصار في خلل بالطياره وما رضي حسب اللي حكوا زملائه على الكولز اللي كانت، ما رضي ينزل لما كان قدامه في تحتيه سكن وناس وهيك، لما زاحوها شوي عن المحل السكن وهيك كانت متاخر الوقت انهم يقدروا يطلعوا بالمظله. هلا نزلت الطياره حسب ما حكوا لي يعني الناس اللي هاي على ارتفاع كثير، وكان يحكي لي ماما هاي الطياره ما ممكن انه تعمل مشكله لانه بقدر اطير فيها جلايد يعني حتى لو المحرك خرب. فعلا واصلين فيها على ارتفاع منخفض وهيك ما كان لازم يكون في حادث كبير، بس لما نزلوا كانت الدنيا شاتيه كثير، فاللي حكوا لي انه العجلات الطياره ما اسعفتهم ما مشيت بالمره معهم، فصار الامباكت انه ضرب راسه بالكنوبي وفورا الله يرحمه. يعني احنا كمان بنقول الله يرحمه كشهيد بطل من شهداء الوطن، ويعني كمان بنحكي انه هذا الكتاب هو من مذكرات والدة الشهيد البطل الملازم الطيار يزن بسام العرنكي، بتحكي فيه تفاصيل حياته منذ الطفولة إلى أن استشهد الشهيد البطل يزن العرنكي، في مجموعة من الكلمات الرائعة من والدة يزن وأيضا مجموعة كبيرة من الصور المميزة والذكريات المميزة. هو توفى قبل 5 سنين كان هذا استشهد بال 2008. يعني يمكن بنحكي دائما اصرار والدة يزن انه يزن ما بعطائه بتفاصيل الحياه اللي حكتها لسه موجود من خلال جمعيه مميزه عم تشتغلي عليها. بدي احكي لكم شغله صارت معي مره، كنت بحكي طبعاً. زي هيك بمناسبه عيد الام بحكي لجاره للجمعيه بسألها بحكي لها في دعوات خاصة هيك الواحد دعي عشان يشوف ابنه بالحلم، يعني أنا نفسي أشوفه بالحلم زمان صار لي مشافيته. وإحنا واقفين دخل واحد من الشباب المنتفعين بالجمعية ولا بحكي لي دخل هيك على الخط بدون مناسبة، يعني أنا بحكي مع الجارة وهيك بحكي لي خالته معلش أحكي لك ليش ما بتشوفيه بالحلم، بحكي له تفضل، بحكي لي عشان إحنا كنا صرنا أولادك. فيعني يمكن استشهد يزن لكن
كثير من الشباب من اصحابه من زملائه اكيد بيتواصلوا معك، بحسسوك انه ما زال هو موجود، وانت ايضا وانت ايضا بعطائك من خلال هذه الجمعيه، من خلال هذه الجمعيه قديش بتفيد ناس، هو ايضا كانه يزن اللي بفيد هؤلاء الناس، فحابين يعني شخصيته. نحكي عن هذا الموضوع، يعني انه انت اخذتي هذه الجمعيه من كجمعيه هي كانها هي شخصيه يزن، عم تعطي الناس، عم تقدم للناس. صحيح، هو انت اخذت فعلا المعنى المضبوط للجمعيه. هو شخصيته أولا قبل كل إشي كان محب لكل الناس، ما بتتصور اللي بإيده عن جد مش إله، دايما هيك هو بيهك الهم الناس بطريقة مش طبيعية. ولهذا السبب لما كتبت الكتاب أريح إشي كان إلي بالفترة الأولى إنه أكتب عنه شو كان يعمل فعلا. بس أنا في شغلة مهمة لازم أعرفها ولازم أحكيها، إنه ما في واحد بيقدر يعمل إشي لحاله، إرادة رب العالمين يمكن هي دعمتنا إحنا كأسرة نأسس هاي الجمعية ليزن، وباسم يزن لكونه فعلا شخصيته كان بحب كل الناس. يعني لما جلالة الملك زارنا في البيت وحكى لنا انه هذا يعني الشاب انا زيه زي ابني، وانه هذا الشاب يعني مش لهي الدنيا، لانه خدم مع اخوي فيصل ومع اخوي حمزه، وانا بعرف قديش هو كان انسان يعني مميز جدا. هاي الشخصيه المميزه روحه خلتنا نفكر بهاي الطريقة، بدعم رب العالمين قبل كل إشي. وإحنا كلنا كأسرة أنا وأبوه وإخوانه يعني بقول لهم ألف ألف يعني صباح الخير إلكو كلكو، لأبو يزن ولا رزان وفادي، والبركة فيهم هم الشباب اللي عم يشتغلوا هلا وبيساعدوا بكل شيء. هلا كلياتنا تعاوننا بإرادة رب العالمين إنه طلع هاي الجمعية باسم يزن. حاليا يعني حسيت انه فعلا يزن موجود في كل حاجه احنا يعني نعمل فيها. شو اللي بتقدم الجمعيه؟ مين المستفيدين؟ شوفي اول ما بلشنا الجمعيه انا كنت فعلا في حدا من الشباب من وزاره التنميه صار يضحك انه بكيلو عن جد ممكن يجوا للناس اللي محتاجين دعم هاي الجمعيه، بحكي لي توكلي على الله خالتي بتشوفي شو بصير. هلا حاليا الجمعيه بلشت بشيء يعني انه دعم مشاريع عشان يعني في عائلات ترفع دخلها. بلشنا بتدريب مجاني من يعني حتى كان في ناس من ذوي الحاجات الخاصة يعمل تدريب. حاليا الجمعية وصلت لمرحلة بتدعم حوالي 320 عائلة بالمجالات التالية. أول مجال اللي هو بنعمل مشاريع إنتاجية من الألف للياء، بنسجلهم علامة تجارية، بنفحص لهم منتجاتهم، مثلا صابون زيت الزيتون، الأعشاب زي ما أنت شايفة هاي كلها إنتاج الستات. في حدا بزرع هاي الأعشاب في البيوت، في حدا بيغلفها، في حدا بتفقد الجودة تبعها، في حدا مسؤول عن بيعها، المردود تبعها كل حدا أخذ هلأ هون بروح للعيلة، بروح 23 أسرة بالضبط. هلأ إذا في أرباح طلعت من هاي المبيعات وين بتروح؟ إذا في حدا مثلا مسنين، إذا في حدا ذوي شيئات خاصة بيقدروش يشتغلوا، بيروح لهم معونات غذائية، ملابس، شغلات زي هيك. كمان بيروح للطلاب مدارس يكونوا نتأكد إنه بنعمل فيه لجان تتأكد إنه هذولا فعلا بحاجة، وبيروح لهم لطلاب مدارس لجامعات هذا هيك ناس. إشي ثاني عملنا له عيادة كاملة متكاملة طبية. بالأول كنا مفكرين نعملها أسنان بس بعدين حكينا لا، أبو يزن حكى إنه أنا حاس إنه الأجر أحسن إنه تكون طبية عادية صحية. وفعلا بأجور رمزية وبأسعار يعني مجانية للناس اللي بيكونوا فعلا بثبت. هلا تعاملنا صار الحلو انه الجمعية انطلقت لكل مناطق المملكة الأردنية الهاشمية، مش بس بمحافظة البلقاء، هي بالفحيص اساسا تأسست، وكان اساسنا انه نشتغل محافظة البلقاء بس غايات شغلها بكل المملكة. اشتغلنا مع مشاريع إرادة كلها في مختلف مناطق المملكة من الشمال لأقصى الجنوب، من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. اشتغلنا مع كثير جمعيات نتعاون معاهم، تدريب مع جمعيات الصم، مع ذوي الحاجات الخاصة، الأيتام، نعمل كل مشاريع يعني إشي إنتاجي، إشي دعم زي ما تحكي معنوي، كل هاي الأشياء. ممتاز. يعني أنا كمان من خلال الكتاب اللي عم بشاهده يعني إحنا بدنا تكون اليوم أكيد سعيدة مبسوطة معنا، إنه عم إحنا كمان فخورين كشباب أردني بيزن الشهيد البطل للشهداء الأردن. وعم بشوف أيضا لو زميلنا جمعة يأخذ لنا أول هدية في عيد الأم وعمره 4 سنوات صور، ثاني هدية في عيد الأم وعمره 5 سنوات، وثالث هدية وعمره 6 سنوات. يعني بهاليوم يعني أكيد إحنا كنا أولادك، وعم نقول لك كل عام وأنت بخير، وأكيد راح نهديك كمان ورد من برنامج يوم جديد. شكرا لكم. يعني فعلا أنا بدي أحكي إنه أنا ما حسيته إنه راح، بمعنى إنه زي ما بالناس بتفكر أنا حسيته معي. ونعمة ربنا دائما إنه دائما حتى لما بستشير بشغلة بلاقي إشارة من ربنا بإنه
موجود وهيك، عشان هيك حتى أنا في البيت يعني بحكي دائما لأولادي إن شاء الله الله يخليهم يعطيهم الصحة والعافية، ولكل الشباب كلياتهم بحكي لهم دائما إنه رب العالمين له حكمة بكل شيء، وأنا بعرف إنه له حكمة وإيماني الحمد لله. بقول لأمي كمان ولعمتي أم بسام إنهم يعني كان لهم دور كمان، هم أمي ظلت معي جزء 40 يوم وهي بتصلي طول الوقت وأنا بشوفها بتصلي، أدى هذا الكلام إنه أنا إيماني بالله زاد، إنه في حكمة من وراء هذا الكلام وإنه يزن بمكان أحسن، وإنه أنا هلا بعمل هاي الأشياء يعني إن شاء الله تكون فيها الراحة الأبدية إله دائما ويكون بجناته ونعيمه. والشهداء مش أموات، أحياء بيكونوا عند ربنا. نعم، وأنا بعرف هذا الكلام. إله أخ وأخت هو إذا كان. إله أخ فادي ورزان. رزان مهندسة. الله يحميهم. هاي مجموعة صور كان مع العيلة. نعم. الله يحميهم ويخلي لك إياهم. الله يخليك. هاي بأمريكا كانت الصورة، يعني بتعرف كيف الأبو الحنون هيك كان إذا يتعامل مع إخوانه. فرحنا زرناه بأمريكا لما كان يدرس هناك. لما رجع هون على الأردن بتذكر عملنا له حفلة، أخذنا إذن من مدير المطار وقتها استقبلناه بالمطار غير شكل، أول ما وصل نزل على الأرض وباس الأرض، يعني حب انتماء ولا ويعني ما كمان أكيد يعني مرة تانية بدي أرجع زي ما بلشت خلفية الموبايل وغصن الزيتون وأحد هاي الخلفية طبعا يزن اللي حاططها هذا موبايله موبايله الشخصي والورقة الزيتون هي علم الأردن يعني اكيد الله يرحم الشهيد البطل ولا وانتماء يعني للاسره للام للوالد للوطن اصراره انه يكون احد الطيارين الجنود المميزين دائما في سرب وصقور القوات المسلحه الاردنيه من خلال سلاح الجو فيعني شهيد بطل نفتخر فيه كاردنيين كدائما في هذا الولاء والانتماء الله يرحمه وزي ما حكت الوالدة من خلال هذه الجمعية هي كأنه يزن عايش وبيقدم الخير بيعطي من قلبه من خلال ما كانت بالحياة هو شو بيحب بيحب يعطي الناس يقدم للناس بالفعل هاي الجمعية إن شاء الله راح تظل مستمرة باسم الشهيد البطل الملازم الطيار يزن يعني مش ابنك لوحدك هذا ابن الأردن كلياتنا بنفتخر فيه وابن كل امرأة أردنية بتفتخر فيه وبتتمنى يكون عندها ابن مثله شكرا 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 لك اسمحوا لي بدي اضوي شمعة على كل الامهات اللي بتألموا باي شكل من الاشكال وخاصه اللي هم فقدوا اولادهم بسلاح الجو وبدي اضوي شمعة من اجل الراحه الابديه ليزن ولكل الشهداء ومن اجل انه الله يحمي كل الشباب الموجودين حاليا ويخليهم لامهاتهم واحنا بدنا نقدم لك هاي الباقه من الورد يعني بدي بتعرف انه كل عيد وكل مناسبه كان يزن دائما يجيب لي لو شو ما كانت الهدية لازم يجيب لي باقة ورد فأنا حسيت إنه عن جد في رسالة من هاي يعني الباقة أكيد إحنا من يعني إحنا زي ما قلنا لك يزن شهيد وبطل إحنا كمان كل شباب الأردن كل الأردنيين بيفتخروا بإنه بهذا البطل الشهيد وهاي كمان منهم جميعا ومن يزن كمان إن شاء الله شكرا لك شكرا لكم جميعا شكرا وكل عام وأنت بخير وأنت بألف خير كل عام وأنت الجميع بألف خير وكل المشاهدين الله يخلي فادي ورزان إن شاء الله آمين يا رب رح تفرح عندكم حفيد جديد جاي كمان قريبا إن شاء الله إن شاء الله مشاهدينا مستمرين معكم في يوم جديد خليكم معنا.